يسعد مساكم مشاهدينا، معاكم الكوتش معتصم نوارة. اليوم رح نكون معاكم بتمرين أكتاف، كان كتف أمامي أو جانبي أو علوي، فخليكم معنا. رح نكون معاكم بأول تمرين كتف جانبي رفرفة، رح يكون عن طريق الدامبلز. رح نبلش من هون، 1 2 3، أهم شيء ثبات الإجرين، 4 5 6 7 8 9 10، كمان 5 1 2 3 4 5. طبعا نعمل فتره راحه. طبعا احنا هون بنستهدف هاي العضله بالضبط، العضله الجانبيه. احنا عندنا هون بتقسم الكتف لثلاث عضلات، العضله الجانبيه هون والعضله الاماميه والعضله الخلفيه. من هون خطوط تشريحها عرضيه، هون طوليه وهون طوليه. احنا هلا اشتغلنا على الكتف الجانبي من هون، لعبنا اول جوله، هسه نعطيك كمان جوله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كمان 5 1 2 3 4 5. هيك احنا عملنا جولتين، بإمكاننا أنه احنا نعمل كمان جولتين لنصير 4 جولات. هلا باعتبار احنا يوم بنكون عاملين 4 جولات بنكون خلصنا استهداف العضله الجانبيه للكتف عن طريق الدامبلز. هلا رح نبلش مباشره معاكم للعضله الاماميه اللي هي هون للكتف، هي هاي العضله، عن طريق الدامبلز برضه بنفس الطريقه هون، ايد ايد برضه رح نكون هون. 1 2 3. هلا انا بلعب ماسك الدامبلز بهاي الطريقه مش هون. يوم احنا بنكون ماسكين الايد هيك احنا بنكون مستهدفين زي ما حكينا هاي المنطقه. يوم بيكون هون بنكون مستهدفين طرف الكتف الجانبي والكتف الامامي. هلا احنا مستهدفين فقط اللي هي الاماميه هاي. كمان جوله. 1 2. هيك زي ما حكينا ووضحنا احنا لعبنا لهاي العضله، هاي العضله الاماميه لعبنا لها ولعبنا الجانبي. طبعا بدنا نلعب كمان 4 جولات، لعبنا 2، رح نلعب كمان جولتين بنفس التكرار لنستهدف هاي العضله. هلا احنا بدنا نشتغل كمان على العضله الخلفيه اللي هي تيجي هون. بامكاننا نلعبها عن طريق الدامبلز، بإمكاننا نلعبها عن طريق المشين. هلا بدنا نعطيكم تمرين دامبلز، رح نكون هون، ننزل هون، بطلع ايدي زاوية قائمة نوعا ما هون. 1 2 3 4 5 6 7، بالكوع بطلع، 8 9، أهم شيء التركيز، 10 1 2 3 4، one more، 5. أكيد كانت هاي بدي أجي هون، أنا هون هاي العضلة هون الخلفية اللي إحنا طبعاً مستهدفينها. هنا نعمل كمان جولة، أهم شيء التركيز بالتمرين. هون إجري ما بكون دغري هيك، بكون تاني شوي إجري هون وعامل ارتكاز في أسفل الظهر. 1
اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. هيك احنا عملنا جولتين، نعمل كمان جولتين للكتف الجانبي، للكتف الخلفي عفوا. خليكم معنا هلا، نعطي كمان 80 جدا. هلا رح نبلش معاكم تمرين جديد عن طريق الماكينة هون للكتف علوي. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان خمسة. هاي الماشين الحلو فيها انك تستهدف الكتف بشكل كامل، ما بين الكتف الجانبي والكتف العلوي في نفس الوقت، بتستهدف طرف الترايسبس. حلو في هاي الماكينة كمان بتستهدف طرف الترايسبس مع الكتف الجانبي والعلوي. نعمل كمان جولة. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تركيز تسعة عشرة كمان خمسة. هيك احنا لعبنا جولتين على الماشين، بإمكاننا نلعب كمان جولتين بطريقة التكرار، وممكن نزيد وزن أو حسب كيف الوضع اللي أنت بحاجته والطاقة الموجودة عندك. هلا بنلعب كمان تمرين للعضلة الخلفية كمان، خليكم معنا. هسا رح نبلش معاكم تمرين جديد للكتف الخلفي، طبعا برضه رح يكون عن طريق الكيبل، عن طريق الحبل بهاي الطريقة هون. نسحب فوق الراس عند الصباح هون. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان خمسة. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. التمرين هذا جدا مهم، بيساعد برضه بيلعب على طريق الترايسبس، كمان بيساعد بضرب زاوية الترايسبس العلوية وللكتف الخلفي، كثير مهم ومريح للمبتدئ وللمتقدم، وبعطي زاوية حلوة للعضلة. خلينا نعمل كمان جولة هون. تركيز هون. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان خمسة. هيك لعبنا جولتين، وبإمكاننا نلعب كمان جولتين لتمرين الكتف الخلفي عن طريق الكيبل الحبل. وهلا رح نعطيكم كمان تمرين، خليكم معنا. هلا رح نلعب تمرين ترابيز برضه عن طريق الماشين، مش تمرين متعارف عليه، عن طريق الدامبلز. رح نغير في تمريننا احنا، رح نستخدم المثلث السحب من هون، رح تكون زاوية ضيقة من هون على المثلث السحب، رح نطلع بالكتاف هون. واحد، أهم شيء ننزل على الآخر طبعا. تركيز. اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان خمسة. واحد اثنين ثلاث أربعة
5. هيك احنا عملنا تمرين طرابيز عن طريق المثلث زي ما حكينا، غيرنا في طبيعه التمرين. برضه هسه بدنا نعمل كمان جوله وراح افرجيكم كمان تمرين للطرابيز برضه عن طريق الكيبل. احنا هيك استهدفنا زاويه ضيقه في الطرابيز، راح نحط كمان المستقيمه الطويله نلعب عليها الطرابيز برضه لتكون شامله كل الطرابيز. خلينا نعمل هلا كمان جوله هون بهي الطريقه هون. 1 2 3 4 5 6 تركيز مهم. 7 8 9 10 كمان 5 1 2 3 4 5. هيك احنا عملنا جولتين وبإمكاننا نعمل كمان جولتين. هلا بدي افرجيكم كمان تمرين للترابيز عن طريق المشين برضه، رح يكون على المستقيمة العريضة هاي، بإمكاننا نستخدم هاي هون، بنحط هاي بدل المثلث بهاي الطريقة من هون، وبنمسك من هون على العريض من هون. كنا ماسكين زاوية ضيقة احنا، هلا احنا ماسكين على العريض من هون. 1 رح تحس بزاوية مختلفة طبعا. 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 5 1 2 3 4 5. طبعا هذا التمرين مختلف عن الزاوية، احنا كنا ماسكين بهاي الطريقة، كنا مستهدفين زاوية معينة، هلا مسكنا بالطريقة العريضة من هون، استهدفنا برضه زاوية معينة وكان الضغط أكثر على الترابيز الخلفي الجانبي، على الترابيز الخلفي والجانبي مع بعض. خلينا نعمل كمان جولة هون. 1 2 3 4 5 6 7 8 تركيز طبعا اهم شيء. 9 10 كمان 2 3 4 5. هيك اعطيناكم كمان جولتين لتمرين ترابيز، زاوية مختلفة عن الزاوية الضيق، لعبنا كمان زاوية عريضة، بإمكاننا نلعب كمان جولتين. هيك بنكون خلصنا تمرين الكتاف اليوم، خليكم معنا بتمارين جديدة، يعطيكم العافية.